مرحبا جميعا بقناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. أنا كرار حيدر، طالب بكلية الطب جامعة بغداد. بالفيديو الفات حكينا عن البرزاي وشرحنا أغلب تفاصيلها المهمة، بحيث اتطرقنا لتركيبها its structure وتصنيفاتها، وبعدين حكينا عن وظائفها. بينما اليوم حنحكي عن التندن شيث، وحنوضح إن شاء الله كل شيء نحتاج نعرفه عن هذا الشيث. التندن شيث هو غلاف وتر العضلة، واللي نسميه دورات الفايبروس شيث، فهو عبارة عن مجموعة layers أو مجموعة طبقات من الconnective tissue. وإذا نرجع لأصله، فهو أصلاً a specialized type of burzai، يعني هو فد نوع خاص من البرزاي. هذا التندن شيث حيكون elongated أو tubular burzai، يعني burzai انبوبية الشكل. فهذا التندن شيث حيلتف حول التندنز ويحيط بيهم، يعني burzai انبوبية الشكل حتلتف حول التندنز وتحيط بيهم. فحنلقى التندن شيث بناء على ما قلناه بالمفاصل اللي موجودة بمختلف مناطق الجسم، مثلا بالهاند وبالشولدر وبالليج وبالفيت. فهذا هو المعنى العام والبيك بيكتشر عن انه شنو هو التندن شيث. زين، اذا نجي هسه ونحكي عن تركيب هذا الشيث، فحنلقاه يتكون من غشائين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. الغشاء الخارجي نسميه outer fibrous sheath، واللي يتكون من collagenous tissue، يعني يتكون من أنسجة كولاجينية تنطي الدعم والحماية للتندن. أما الغشاء الداخلي فيسموه synovial sheath. هذا الشيث هو الشيث اللي يغطي التندن، ويكون مبطن أو lined with synovium، يعني السطح الداخلي للساينوفيال شيث حيتبطن بساينوفيال ممبرين، واللي مثل ما عرفنا بالفيديو الفات انه هذا الساينوفيال ممبرين حيفرز فلويد يسموه الساينوفيال فلويد. هذا الفلويد اللي هنا بالساينوفيال شيث اول شيء حيغذي الساينوفيال تشو ويسوي لها نورشمنت، وثاني شيء حيحمي وحيسوي لبروكيشن للتندن والتندن شيث، واخر شيء حيخلي التندن يتحرك بسلاسة وسموثلي. فهذا بالنسبة للساينوفيال فلويد اللي ينفرز من الساينوفيال ممبرين، واللي قلنا انه يبطن الساينوفيال شيث. يبقى لازم نعرف انه هذا الساينوفيال شيث هم من يتكون من طبقتين، واحدة اسمها البرايتال لاير، واللخ نسميها الفيزيرال لاير. فالبرايتال لاير حتكون لي بره أو لي فوق من الفيزيرال لاير، وحتتصل بالتراكيب المجاورة. أما الفيزيرال لاير فتكون متثبتة بالتندن، fixed to tendon. وخلوا ببالكم إنه هذين الفيزيرال والبرايتال لايرز حيتصلن ببعضهم، ووحدة حتتمزلق على اللخ بسبب إنه موجود بينهم ويفصلهم عن بعض الساينوفيال فلويد اللي حكينا عنه. فهذا هو تركيب التندن شيث. يبقى عندنا انه على مود نفهم تركيب التندن شيث بشكل اوضح، ونفهم شلون دا يتغذى التندن وشلون صاير التندن شيث هيك شكله، لازم نعرف انه التندن او الوتر عادة حينغمس او يسوي invagination او حيطب بداخل السينوفيال شيث from one side only. فيعني حنقدر نمثله بانه التندن شيث حيبلع التندن ويفوت بنصه. فالموضوع نتخيله كأنه الوتر اندفع لي فوق بالشيث من جهة واحدة، فما حيحيط الشيث بالتندن بشكل دائري، وإنما حيبقى عندنا المكان اللي اندفع منه التندن بالتندن شيث فارغ. هذا المكان الفارغ اللي يشبه الطوية أو يشبه الأخدود حيسموه الميسوتندن. من هذا الميسوتندن حتدخل البلاد فيزلز للتندن حتى تزوده بالبلاد. هاي عادة هيك يكون شكل وترتيب التندن شيث حول التندن. بس ببعض الحالات من يكون مدى الحركة كلش واسع واكستنسيف، الميسوتندن هاي اللي حكينا عنها حتختفي أو تكون شبه ما موجودة، وتظل بس بشكل شقوق ضيقة.
أو نقدر نقول بأن الأوعية الدموية حتخترق الشيث هذا وتسوينا سينوفيال فولد يسموه الفينيكولوم. مثلاً مثل ما موجود باللونج فلكسر تندنز اللي موجودة بأصابع الإيد وبأصابع الرجل. تمام. عندنا آخر شيء بهذا الفيديو هو أن نعرف وظائف التندن شيث اللي هي بالحقيقة 4 وظائف رئيسية واللي هم: أول وظيفة هي أن التندن شيث حتثبت التندن بمكانه من يمر جوا الرتيناكولا. أما ثاني وظيفة هي أن التندن شيث حتقلل الفريكشن أو تقلل الاحتكاك اللي ممكن يصير بين التندن والتراكيب المحيطة. بينما ثالث وظيفة فهي أن التندن شيث حتوفر الحماية واللبريكيشن للأوتار. وآخر وظيفة عندنا للتندن شيث فهي أنه حتنطي للتندنز القابلية على أنه تنمط ويصير لها ستراتشينج وتمنع التندنز من أنه يلتصقون أو يلزقون بالتراكيب المجاورة. فهذا كان شرح خفيف ومختصر مفيد عن التندن شيث. وها هي. شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.